نحن وياكم رح نرجع للياس كامل رئيس نقابة أصحاب المشاتل والأزهار. صباح الخير من جديد. صباح النور وينعاد على كل أمهات لبنان وعيد الأم وأنتم بخير يكون والعالم كلها مبسوطة إن شاء الله. كنا عم نسألك عن الموسم، كيف السنة؟ الموسم السنة كتير حلو، في عنا تشكيلة كتير كبيرة من الزهور الوطنية اللي نحن ناتجينا، وفي أسعار كتير مشجعة لنقدر نعيد أمهاتنا ويكونوا كلهم مبسوطين بهالظروف الصعبة. نعم. الأسعار كيف؟ الأسعار في أشياء وطنية أسعارها كتير مقبول ومشجع، يعني فينا نبلش ناخد لأمهاتنا بشتلة في 5000 ليرة. أها حلو، سيرين الأوضاع منيح، يعني أرخص من السنة الماضية. أكيد هي أرخص من السنة الماضية، لأن نحن بدنا نشجع ليضل ماشي المزارع ويقدر يبيع إنتاجه ونضل يعني لبنان مزهر على طول. نعم لبنان ما بيموت. نعم السنة شو اللي يعني الرائج أكثر شيء؟ توليب. بس هذا مش وطني. زهور في شتول مزهرة كثير عم بيكون عليها إقبال لأن سعرها أرخص. في زهور موسمية كمان عم بيكون سعرها رخيص، عم بيقدر ياخذ بوكيه بسعر مقبول. قد ايه يعني عم تقول الاسعار بتبلش من 5000، قد ايه تقريبا المتوسط الاسعار؟ لانه اكيد مش كل الاسعار ب 5000، واكيد واحد في قد ما بده فيه تقل، بس المتوسط اللي بده يدفع 50000 بياخذ شيء حلو لانه الأورتانسيا قال السنه كثير غاليه. مقبول سعرها، لان هي الأورتانسيا مستورده هلا بهي الايام، سعرها غالي بس انه في زبونات عم بيكون عليها اقبال، يعني عم بتكون بين ال 150 180 حسب ارتفاع الدولار. نعم ايه غاليه يعني، لانه كانت تكون بشي 70000 تقريبا. ايه هلا غالي قديما على دولار رخيص مزبوط، بس هلا مستورده هي. نعم استاذ الياس، في سنه معرض دائم للازهار طالما حضرتك معنا هلا نستفيد شوي؟ بعد ما ركزنا على المعرض لان ظروف كورونا، فنشوف شو بده جد، كم تسمح ولا ما بتسمح للتجمعات. نعم بس اكيد اذا كانت كورونا خفت وصار فينا نتجمع اكيد لازم نتجمع، لان التجمع هو قوه. طيب هول الزهور البلانتات اللي كتير بينتشروا هلا على عيد الام، بيجوا مش اورتانسيا، ما بعرف صراحه شو اسمهم، بيجوا ملونين فيولي وزهر مثل المارغوريت بيكونوا. صح يا حني، هلا هول عم تشوفهم هلا صورتهم على الشاشه مثل المارغوريت، هودي اكثر شيء يمكن مطلوبين، وهودي كانت تبقى اسعارهم مقبوله. السنه في ارتفاع بالنسبه لاسعارهم؟ يلي بتشوفون على الشاشة هني أسعارهم بين 20 و30000، أسعارهم كثير مقبولة. نعم عظيم عظيم، هني هودي أكثر شيء مطلوبين السنة؟ في طلب كثير عليهم، لأن دائما إنه هل الموظف وهل اللي بده يعيد أمه معيشه على قده، ما في يجي يشتري فوق 100000 هدية، يعني عم بتكون كثير صعبة عليه. ونحن كتجار وهيك عم نشجع كثير انه يشتروا، يعني ما حدا بفوت وبيطلع فاضي، بدل يعجبوا شيء ياخذوا، يعني ما في اي مشكله، بهمنا اللبناني يضل مبسوط، لان بس ينبسط اللبناني الفرح بعم مزبوط وبصير في شغل اكثر وبصير عنده ما عنده احباط في انتاج اكثر. بالنسبة للتوليب، التوليب مستورد أكيد أسعاره عم تكون حسب سعر صرف الدولار؟ ايه التوليب مستورد، أسعاره شوي غالية، عم بتكون بين حسب حبة التوليب، يعني الحبة بين 6000 وال 8000. حدا عم بيسأل الليمونية اللي وراك شو اسمها وشو سعرها؟ هيدي كومفوات كمان مستوردة بال 100 دولار، بين 80 وال 100 دولار في احجام. ماشي مين بيحكي؟ مليون ليره. استاذ الياس، كنتوا بالسنه الماضيه وتحدثنا اكثر من مره مع خاصه يلي بيزرعوا الورود، مزارعي الورود حابين ينقلوا عيد الام ليصير بايار، هيك بيوفروا كلفه شحن وكلفه استيراد من الخارج.
بعدك معنا؟ ايه انا معكم. حابين ينقلوه لعيد عيد الام لشهر ايار، هالفكره بعدها وارده؟ بس في هذه الظروف بعد المزارعين والتجار مش محضرة حالها مزبوط لنقدر ننقله، كان لازم ننقله بس بظروف كورونا وهيك صار في تأجيل، إن شاء الله سنة الجاية نشتغل عليه قبل ونقدر ننقله يكون في إنتاج أكثر محلي من ما نستورد كثير كمية زهور لنقدر نغطي هالعيد. على كل حال السنة بعد ملحوقة، يعني إذا نزلت الأسعار وحابين ترجعوا تكرروا العيد مع دول العالم بأيار فيكم ترجعوا تشتغلوا بعيد الجاي بعد شهرين يعني. ليش لا؟ نعم. حلو. بيستاهلوا عيدين مش عيد وثلاثة. صحيح. أنت كيف حاسس الموسم السنة أستاذ الياس؟ يعني مقارنة بالسنة الماضية، السنة الماضية كمان كنا بظروف كورونا ولوك داون، السنة البلد مفتوح بس بوضع اقتصادي أسوأ بكتير من السنة الماضية، يعني حاسس في حركة بيع وشراء ولا لا الناس مخفية؟ الصراحة مثل ما شفت امبارح السوق كان كتير قوي بالنسبة للسنة الماضية، يعني كان مثل السنين اللي قبل. اللبناني بيتأقلم، ما عنده مشكلة شو بيكون الوضع. هلا السنة الماضية كان الوضع كثير عمل شوك كان جديد على اللبناني، بس اللبناني دائما بيتأقلم، ساعة اللي بيتعود على هالظروف بيتأقلم وما في شيء بيقدر يغير له مزاجه لان هو متثقف كثير اللبناني وبيحب. بس هي اسوأ شيء انه اللبناني بيتاقلم صراحه، لانه هيدي الجمله قالها احد المسؤولين انه ايه بكره بيتعودوا على دولار 10000 15000 للاسف، يعني هي اسوأ شيء انه يكون اللبناني بيتاقلم ما يكون بحاسب اللي وصلنا لهون، يعني هيدا رايي الشخصي صراحه. لان هو بيحب يعيش وعنده بيحب الحياه، يعني ما بيرضخ للاسعار، ما بيرضخ انه هو يكون كئيب، بحب الفرح. لهيدي انا بعني انه اللبناني بيتأقلم، ما بعنيها سياسيا. لا اكيد بعرف. على كل حال كل ايامك ورود وكل ايامك زهور مثل اللي بتقدمها للناس. بكره فاتح السوق يعني محلات الازهار فاتحه؟ ايه اكيد فاتحين ونهار حلو اليوم رح يكون وبكره وان شاء الله كل بيوت لبنان تتزهر ويصير فيها فرح ومنعيد كل امهات لبنان جميعا. شكرا لك الياس كامل رئيس نقابة أصحاب المشاتل والأزهار، مثل ما بتعطي الألوان لكل الناس كمان تكون حياتك كلها ملونة بألوان الفرح.